نظمت مديرية الصحة قافلة علاجية لليوم الثاني بمنطقة الكرور بمدينة أسوان ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. ضمت القافلة 10 تخصصات مختلفة إضافة لمعملي الدم والطفيليات والأشعة العادية، مع توفر 130 نوعا من العلاج ويصرف بالمجان. وتم تحويل عدد من المترددين للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة لإجراء جراحات متنوعة وعمل أشعة رنين مغناطيسي ومقطعية. احنا النهارده بننفذ القافله الطبيه في قريه القرور، النهارده اليوم الثاني في فعاليات القافله، وشهد الامس اقبال كثيف من اهلنا وناسنا. فكره القافله الطبيه هي عباره عن مستشفى ميداني متنقل، بنحاول نوصل للمنطقه او القريه المستهدفه ونوصل لها بعشر تخصصات طبيه مختلفه. معانا خدمه المعمل، عندنا اثنين معمل، معمل الطفيليات ومعمل الدم، عندنا خدمه الاشعه العاديه، معانا خدمه الاشعه التلفزيونيه، معانا صيدليه فيها اكثر من 130 صنف، الكشف والعلاج بالقافله بالمجان. بنحاول نقدم خدمه مجانيه لاهل القريه، وعندنا حوالي 130 صنف من الادويه بنقدمه هنا. بنقدم خدمه مجانيه طبعا، ادويه بالمجان والكشف بالمجان، وبنحاول نروح اكتر من مكان، وبنحاول نوصل لاكتر عدد من القرى البعيده عشان نقدم فيها خدمة مجانية، اللي هي مش بيبقى قادرين الناس الغير قادرين على الكشف في العيادات الخارجية والعيادات المتخصصة. واحنا بنشكر الحياة كريمة على هذه القافلة الجميلة، ما شاء الله فيها جميع التخصصات وكل حاجة فيها مجانا، العلاج وإشاعة وتحاليل. وزي ما انتم شايفين الإقبال ما شاء الله على القافلة من أمس، يعني هي جاية من امبارح والنهاردة. واحنا بنشكر حياة كريمة تحت قيادة سيادة الرئيس السيسي، وبارك الله فيكم جميعا.